النجمه استاذه سلوى عثمان منوره النهارده فوشيا و... مش فوشيا ده اخضر. انا فوشيا انت اخضر بقى. انت فوشيا انا اخضر. اشمعنى الاخضر المره دي يعني؟ سنتنا خضرة يعني وناخد جوائز بقى وحاجات كده كتير. النهارده موجوده في مهرجان القاهره للدراما والدوره الثانيه ليه، تقولي عليها ايه؟ وممكن دوره استثنائيه 60 سنه دراما موجوده في العالمين، مختلفه شويه عن اول دوره. طبعا هو انا ما جيتش اول دوره، بس الدوره دي يعني انا شايفه ان هي في اهتمام كبير قوي قوي، وان هي تبقى في العالمين، المدينه الجميله دي اللي فيها سروح جميله وجامده، ومكان تحس ان هو فيه رقي وفي تطور وفي جمال. يعني بما اني اول مره اجي هنا العالمين ما شفتهاش قبل كده، فسعيده قوي ان انا جيتها، وسعيده قوي ان هي صرح كبير وانجاز كبير قوي قوي، وبتنافس كل الدول سواء دبي او بره او كده، فيعني معموله حاجه حلوه قوي قوي الحقيقه. ومبسوطه ان فيها المهرجان، وان المهرجان انت عايز كمل الاسئله بقى اللي حته حته، ولا انت عايز كل السؤال على بعض؟ انت عايزها يا استاذ. لا يعني انا ايه حكايه 60 سنه سينما 60 سنه دراما، ده شيء جميل قوي، لانه انت بتسجل الحياه في الستين سنه دول من خلال المسلسلات والاعمال الاجتماعيه او غير الاجتماعيه، بتسجل كل حقبه كده هوت بمسلسلاتك وبالدراما، فطبعا ده فيه انجاز كبير قوي قوي. حاجه يعني بعيده عن المهرجان عجبتني، ان تقريبا اول مره تحضري انت وزوجك مهرجان، صح كده؟ جميل يعني يا حبيبي، يعني يسلمني. اول مره تحضري معايا حاجه، صح؟ ما هو يعني ما كانش اولا الدوره الاولى انا ما حضرتهاش اصلا، بس المره دي احنا في الساحل وكده، فلازم هنكون مع بعض يعني، وسعيده ان هو معايا يعني بيصورك، ويعني ويعني الحب مكمل. هنقر بقى ولا انا بحسد؟ بس هتحسد كمان. الحمد لله ربنا يخليه ليا، وانسان جميل قوي، انا سعيده بيه وبوجوده، ويا رب دايما يبقى معايا. يعني يمكن لو افتكر تصريح ليكي من زمان قلت ان انت اصريتي ان علاقتكم تفضل مستمره ودايما ما يحصلش فيها او مفيش اي حاجه تاثر عليها يعني. طبعا بص، هو الحمد لله لما بيبقى فيه تفاهم بين الازواج، وخصوصا لما يكون حد جوزي يبقى متفاهم شغلي وطبيعه شغلي، دي حاجه حلوه. وانا كمان يعني هو ما بيأيدنيش وانا ما بأيدوش. بمناسبة الموضوع ده، يعني مفيش مرة دور عملتيه أو حاجة عملتيها وهو يعني ما كانش؟ لا أنا دلوقتي ما بعملش أدوار، ولا قبل كده ما عملتش أدوار إنه يخليه يقول لي لا ما تعمليش ده. غيرة يعني؟ لا ما فيش حاجة يعني، أنا بعمل دور أم عمالة تعيط يا قلب أمها، ده هو أنا بصعب عليه. يعني ما كانش ليه، أو يعني وقت ما حصل الجواز ما كانش ليه شوية تحكمات، أو مش عايز أقول تحكمات، أو خطوط عريضة كده؟ عريضة طبعا، انه انا بعمل، والخطوط العريضة دي اصلا موجودة يعني، لانه انا ما بعملش حاجات مثلا لا في سينما ولا في حاجة مثلا تبقى خارجة عن اي اطار مفروض ان الواحد يشتغل فيه، فالحمد لله يعني عشان كده ما بيبقاش في اي مشاكل، او لو في مشاكل بتتحل وبتبقى مشاكل بسيطة يعني، مادام بقول لك في تفاهم هتبقى مشاكلك بسيطة. الاستاذة سلوى عثمان بقت مسيطرة على دور الام في السينما والدراما ولا لا؟ يا رب يا اخويا سيطر، ايه المشكلة؟ اسيطر. احب طبعا، انا بحب دور الام جدا، والام اصلها ليها اكتر من حاجه، مش شرط انها بس ام وبتعيط وبتعمل، لا في شخصيه للام. بصراحه بتشوفي نفسك خليفه استاذه كريمه مختار ولا لا؟ يا ريت. انا في ناس بتقول طبعا، بس انا وفي ناس بتقول فردوس محمد، فانا سعيده اذا كان يقولوا دي او دي، او دور الام بشكل يعني اساسا دور الام ده شيء جميل قوي قوي ان الواحد يبقى متميز بيه يعني. نعمل افوكاتو، تقولي عليه ايه اخر حاجه؟ نعمل افوكاتو هيبقى حلو قوي ان شاء الله، مي عمر هتعجبكم قوي قوي. وطبعا في استاذ محمد سامي برضو عامل شغل جميل قوي، وفي بقى مجموعه نجوم كتير، احمد زاهر، اروى جوده، كمال ابو ريا، سامي مغاوري، ياسر علي ماهر، عماد زياده، في كتير يعني، في حاجات كتير قوي قوي، ممثلين كتير قوي جمال. مش اول مره تتعاوني مع محمد سامي، ممكن نشوفك في جعفر عمده جزء تاني ولا لا؟ والله ربنا يسهل يعني، هو في شخصيات اعتقد ماتت فمش تنفع، لكن جايز انا عشان لسه عايشه في المسلسل، الله اعلم.